مساء الخير ويسعد مساء الجميع. في الحقيقة أنا سعيد اليوم بلقاء الرحالة ياسين غلام المواطن المغربي بما يحمل من حس يعني قومي كبير وحس إنساني عالي من خلال سفره وترحاله بين الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأنا معجب بتحمله وجرده على في وإصراره على أن ينفذ برنامجه اللي بدأ فيه منذ قرابة سنتين ونصف تقريبا. ياسين شاب مميز صاحب إرادة واعي مثقف، حقيقة الحديث معه شيق. سألني عن جذوري المغربية، من أين أنت؟ فقلت له أنا اسم محمد المغربي وجذوري مغربية، نعم. مضى على مغادرتنا المغرب الغالي أيضا قرابة 200 عام. ما نعرفش أسباب بالتحديد أسباب الهجرة إلى منطقة الأردن أو مصر بالضبط، ربما تكون دينية كحجاج أو ربما تكون أيام الدولة العثمانية كجنود إلى آخره لحماية القلاع أو بالأحرى كمان أيضا لتأمين طرق الحج للمغاربة بشكل عام. وممكن يكون برضو سبب من أسباب التقديس، لأنه كان الحج بالنسبة للمغاربة لا يكتمل إلا بزيارة بيت المقدس والتقديس. فهناك أكثر من سبب كان يمكن يكون سبب مجيئنا لهذه البلد. منكرش إحنا فخورين بأننا يعني أردنيين، وكننا فخر بقيادتنا وبمملكتنا، ولكن منكرش أيضا أنه يعني نحس بالحنين إلى المغرب العربي والشوق الدائم. هذا واحد. وبما أنه الأخ ياسين يعني يبحث عن أماكن لزيارتها في محافظة العقبة بالتحديد أو في الأردن بشكل عام، أول شيء يمكن يتفاجأ الأخ ياسين أنه الإنسان الأردني بشكل عام والإنسان في العقبة بشكل خاص إنسان طيب وبسيط ومضياف. هناك في العقبة أيضا إذا تكلمنا عن السياحة، هناك الرياضات البحرية بدأت تأخذ دور كبير في حياة الإنسان أو السائح في العقبة. عندنا الغوص البحري، الغوص في المنطقة الجنوبية، الغوص مميز هناك، وهناك عشرات مراكز الغطس. الآن أيضا تم إضافة منتج سياحي جديد، الآن أصبح عندنا المعرض العسكري البحري، مجموعة من الطائرات والدبابات والآليات العسكرية تم إغراقها لتتحول لمستعمرات مرجانية لجذب الكثير من السياحة. محيط العقبة جميل جدا، الصحراء المحيطة بالعقبة جميلة جدا، منطقة رم مليئة بالجبال المميزة والرمال الصحراوية، وطبيعة الناس هناك أيضا البادية، أهلنا في البادية مضيافين وكرماء أيضا. المحيط الآخر محيطنا الأغرب كان نقول بالمرتبة الثانية منطقة البتراء، منطقة وادي موسى أيضا معروفة اللي فيها مدينة البتراء التاريخية الوردية. أيضا منطقة وادي عربة هناك فيها كنوز لم تكتشف بعد. وادي عربة مليئة بالآثار ومليئة بالمواقع السياحية اللي ممكن برضو يتلفت انتباه السائح ويزورها في القريب العاجل إن شاء الله. يكون في مشاريع كثيرة في منطقة وادي عربة منصبة على السياحة لخدمة أبناء المنطقة إن شاء الله. أرجع ثاني مرة أقول أنا سعيد في لقاء ياسين غلام، شاب مغربي عربي مميز مثقف واعي، وبشكر أنه أتاح لي فرصة أن أتكلم لأمام متابعينه ومعجبينه. وبتأمل برضو من خلال كاميرته أنه كل من سمع هذا الحديث أن يزور الأردن، وبعتبرها دعوة ورسالة لكل أبنائنا وكل أهلنا في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. العقبة مدينة ساحلية جميلة، ما يميز في هذه المدينة أهلها الطيبين. وما بدي أتكلم عنهم لأنه يمكن ياسين تحدث بعجالة، أقول أنه وشي أنا فخور فيه، حكى أنه أنا اللي شفته من أبناء الأردن فاق التوقعات. فهذا كلام يعني أسعدني وأثلج صدري أنه الضيف يقول أنه التوقعات أنه ما رأيته بأردن يفوق التوقعات، وهذا مفخر لنا. وإن شاء الله نستمر بهذا الحس وهذا السلوك إلى ما لا نهاية بإذن الله. شكرا على قبولك، شكرا على استضافتي على كمرتك وعدستك ياسين، شكرا لك.